وافتتح الحوار رفيع المستوى بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب السياسية من بقية دول العالم رسميا بعد ظهر أمس الجمعة في العاصمة بكين، ويعد هذا الحوار أول نشاط دبلوماسي متعدد الأطراف تستضيفه الصين بعد المؤتمر الوطني 19 للحزب الشيوعي الصيني، كما أنه أول حوار رفيع المستوى بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب السياسية من بقية دول العالم. وقد أعرب ممثل والأحزاب السياسية عن تطلعاتهم لتبادل الخبرات التنموية للحزب الشيوعي الصيني. حضر الحوار أكثر من 600 ممثل صيني وأجنبي من 300 حزب سياسي ومنظمة سياسية في أكثر من 120 دولة، ويتطلع العديد من المندوبين إلى تبادل الخبرات الصينية. هذا الحوار مهم في الصين، لا سيما أن الصين تستثمر في العديد من دول العالم. يمكننا أن نعرف الكثير عن الصين من خلال هذا الحوار، وعلى المدى الطويل كل القضايا الدائرة في الحوار مهمة جدا بالنسبة لنا. الدور الرئيسي للحزب الشيوعي الصيني هو قيادة الصين وشعبه، وهذا ليس سهلا بالنسبة لحزب سياسي. لقد شاركت في العديد من الاجتماعات الممثلة، ولكن هذا الاجتماع مختلف لأن هناك أحزاب سياسية من مختلف البلدان والعديد من الشخصيات المعروفة. إنني أتطلع إلى ما يمكننا أن نساهم فيه معا على مستوى العالم. دعا تقرير المؤتمر الوطني 19 للحزب الشيوعي الصيني جميع الشعوب العالمية للعمل على المشاركة في السراء والضراء لدفع تنمية عالم أكثر انفتاحا وشمولية وتوازنا، كما أكد أهمية بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية. لذا تتابع الأحزاب السياسية العالمية الدور القيادي الذي يلعبه الحزب الشيوعي الصيني في العصر الجديد. بالنسبة لأمريكا اللاتينية، يسرنا جدا أن تقرير الرئيس شي قد تطرق إلى موضوع حماية البيئة ولا سيما التنمية البشرية ومكافحة الفساد. نعتقد أن هذه المواضيع مهمة جدا للتنمية المستقبلية في العالم.